اهلا. طبعا الفيديو ده هيبقى خرافي شوية لبعض مننا، لكن الابحاث غير الاكاديمية طلعت لنا العجب العلمي في الحضارة دي، وبكرر كلمة العجب العلمي هنا عشان نبعد خالص عن الخرافات والتطجين في محاولة فهم ازاي العقل المصري العلمي اشتغل في العالم القديم. جامعات ومعاهد ومتاحف ومراكز ابحاث وكتاب مش قليلين ابدا حول العالم، ودي مدرسة تانية خالص غير المدرسة الاكاديمية الاثرية اللي تعلمناها، بتدرس الحضارة المصرية بالعلم والتكنولوجيا مش بالخرافة زي ده مثلا، واللي هو بيلغي اي دراسات جيولوجية فاهمينها عن هضبة الاهرامات، وعلى طول بيستحضر نظرية المؤامرة. والعجيب ان القمر الصناعي الراداري الفظيع ده اللي خرم الارض تحت الملك خائف رعب ب 700 متر وبتفاصيل مرعبة، ما عارفش يجيب الاسرى اللي عند بتوع غزة من سنة ولا ايه. المهم، اعتمادا على موقع الهرم الاعظم الجغرافي واللي هو عنده 1.6 كيلومتر تحت خط عرض 30 درجة شمال، ومقاس الرسمة قدام حضرتك دي بالتقريب، فالدراسات دي ربطت علاقة عجيبة بين احداثيات موقع الهرم الاعظم بنظام الفصل العشرية مع رقم ثابت فيزيائي مهم جدا، وهو سرعة الضوء بالمتر ثانية في الفراغ اللي احنا نعرفه النهاردة، واللي احنا ما فهمناهوش الا متأخر في القرن 18 بعد معادلات ماكسويل الشهيرة، وما اتفقناش عليه الا سنة 1983 وثبتناه عند الرقم ده. والدراسات دي أثارت أسئلة غريبة عن معرفة المصريين القدماء بمفهوم خطوط الطول والعرض اللي طوروا الإغريقي أباكوس، وال 360 درجة اللي احنا نعرفهم النهاردة واللي فسرتهولك بالحسابات في الفيديو ده، لأن الدلالات الرياضية على ده كتير وواضحة، ومش بس في هرم الملك خوفو. خلي بال حضرتك من التقارب الفظيع للرقمين المقبولين عالميا وعلميا، واللي فرصة انه يحصل هي 1 في المليون، واللي وصفته بعض الدراسات انه بيسقط الفك من كتر الدهشة. الارقام دي مش من جوجل ايرث المجاني ومش من عندي، دي ارقام من دراسات ومراجع، وليك انك تحاجج فيها بالاسلوب العلمي وبراحتك. طيب، ما احنا ممكن نسأل ونقول يعني اشمعنى رقم احداثيات خط العرض ده هو اللي ربط الهرم الاعظم بسرعة الضوء، بينما خط العرض نفسه بيمر بمواقع تانية على الارض، واشمعنى الهرم الاعظم بالذات بينما في اكتر من 100 هرم تانيين في مصر، وبعدين ما هو كمان في 20,000 خط عرض بيمروا فوق جسم الهرم الاعظم ما بين الاحداثيات دي بنظام الفصل العشرية والسابع رقم عشري من الدرجة. فبقى ايه الجامد يعني في الكلام ده، واشمعنى الرقم ده بالذات؟ يعني هو احنا عايزين نقول ان المصريين الاجداد عرفوا رقم سرعة الضوء في الفراغ؟ لا خالص، لا في دليل مادي على ده، ولا حد وصل الفهم ده في العالم القديم، لكن كل الغرابة اللي بتتحدى لعلم التكنولوجيا النهاردة اننا نلاقي نقطة رقم سرعة الضوء بتمر بعيد عن المحور الهندسي للهرم ب 11 متر عشان تتمركز تحت حجرة الملك بالظبط اللي فيها هيرتقي الملك المتوفى من الفتحات الفلكية إلى نجوم الشمال والجنوب زي نجم ضوئي مشع على قاربه الشمسي، زي ما كتب عن سوس الأهرامات ومتون توابيت المملكة الوسطى. ثانيا، انا حكيت لك في فيديو هندسة رع عن المواقع المقصودة هندسيا وجغرافيا للأهرامات المصرية كلها، وحكيت لك في فيديو رع والشمس عن المفهوم المخفي حسابيا ده رقم سرعة الضوء، وحكيت لك كمان في فيديو المركزية الغريبة لهضبة الأهرامات في وسط مسافة الكتلة اليابسة على الكوكب واللي بيعدي فوقها خط العرض ده بالتحديد، وحكيت لك كمان في فيديو الدراع الملكي عن مفهوم المتر وازاي تم استخراجه من الدراع الملكي المصري، عشان ما نقولش منين المصريين ممكن يكونوا وصلوا لوحدة زي المتر الفرنسية. وكمان حكيت لك عن الثوابت الرياضية اللي خرجت من أرقام هندسة الهرم واللي احنا لسه بنشغلها النهاردة في رياضياتنا. ثالثا، موضوع الكهرومغناطيسية الهرمية، والكهرومغناطيسية دي هي موجات لها سرعة بنفس سرعة الضوء. العالم منتهي من المبدأ ده بالفحص والدرس والنشر، وعارف ان الهرم الاعظم بيركز طاقة كهرومغناطيسية جاية من بيزو كهربية جيولوجيا ارض الهضبة، ومفاهيم نيكولا تسلا الرياضية اللي شرحتها لك في الفيديو ده بتبين العلاقة بين رياضيات هندسة الهرم وبرجه اللي بناه، وحكيت لك كمان عن رنين شومان الزمزابي لكوكب الأرض وعلاقته بهضبة الأهرامات في الفيديو ده. رابعا، ما فيش أي أثر من حضارات العالم القديم أو أي شيء مهم خالص على خط العرض ده ولا بالدقة المرعبة دي،
ولا بالأرقام الرياضية دي. كل ده لازم يتربط ببعضه في مفهوم واحد وجوه صورة واحدة عريضة، لأننا عمرنا ما هنلاقي ورقة من المصريين الأجداد مكتوب فيها رقم سرعة الضوء أو حتى ثابت رياضي حديث واحد أو حتى وحدة المتر نفسها. لكن كل الشواهد العلمية دي ما تقدرش تتجاهلها أبدا، وده مش تضخيم لحاجة مش موجودة، لا موجودة، لكن أنت لازم تدور عليها بالدرس والفحص. تعال بقى نشوف حاجة عجيبة أكتر. لو أخدت دايرة خارجية حوالين الهرم، فمحيط الدايرة دي بناء على المقاييس المقبولة هيطلع 1023 متر، ولو أخدت دايرة داخلية ضمن أضلاع الهرم فمحيط الدايرة دي هيطلع 723 متر. اطرح كده المحيطين من بعض، شوف ده 97% من جزء من مليون جزء من قيمة سرعة الضوء. ارجع تاني لفيديو الهرم وشوف ازاي المدارس العلمية استخرجت المسافة لحد الشمس من أرقام هندسة الهرم. في بداية 1880 فليندرس بيتري وبعده مورتون إدجار في 1910 قاسوا عمق الحجرة التحت أرضية اللي احنا محناش فاهمين غرضها ايه، اللي هي تحت الهرم الأعظم، بأنها على مسافة حوالي 98 قدم من قاعدة أرض الهضبة. حول كده 98 قدم لمتر، شوف ده جزء من 10 مليون جزء من رقم سرعة الضوء اللي احنا عارفينه. الغريب برضو ان ارتفاع الأوضة دي هو تقريبا 2.99 متر، والعجيب برضو انك لو اخدت رقم موقع الهرم الاعظم اللي هو قيمة سرعة الضوء وحولته من درجة عشرية لدرجة قوسية او راديا هيطلع لك رقم غريب جدا، وهو معامل التحويل ما بين المتر والدلاع الملكي الجبتي وبدقة تلت رقم عشري. كل دي صدف يمكن، لكن الصدف دي ما سمحتش للحضارة دي انها تتواضع ابدا، ولسه هي مخولة دماغ العالم الحديث عن ازاي العقل المصري اشتغل في الزمن العتيق.